محافظة الفيوم هي إحدى محافظات مصر، وعاصمتها مدينة الفيوم. تقع في إقليم شمال الصعيد الذي يضم ثلاث محافظات، هم الفيوم، بني سويف والمنيا. وتعد الفيوم صورة مصغرة لمصر، والبعض يطلقون عليها مصر الصغرى لأنها تعيش على نهر النيل. كذلك الفيوم يعتمد على بحر يوسف. بحيرة قارون تقع في الشمال الغربي لبني سويف غرب نهر النيل، وتبعد عنه 50 كيلومتراً، وهي أحد أكبر البحيرات الطبيعية في مصر، ومساحتها تبلغ 330 كيلومتراً مربع، وطولها 40 كيلومتر. قرية تونس تبعد حوالي 60 كيلومتراً عن مدينة الفيوم، وقد تحولت من قرية ريفية شديدة الفقر إلى قبلة للجمال والفن والطبيعة، يتجه إليها عشاقها من كل أنحاء العالم. وتشتهر الفيوم بوجود العديد من الأماكن المتميزة فيها، وادي الريان. تقع في الجزء الجنوبي الغربي للفيوم، ويتكون من البحيرة العليا والبحيرة السفلى، ومنطقة الشلالات التي تصل بين البحيرتين، وتتميز بالبيئة الصحراوية. الفيوم، مصر الصغرى.